أفسحت ظروف الحياة الجديدة المجال أمام المرأة السورية لتتواجد في قطاعات عمل لم تجربها سابقاً، أو كانت محظورة على الكثيرات قبل سنوات كالعمل في مجال الصحافة. في هذه الخيمة الصغيرة تسكن الناشطة الإعلامية رنا ملحم هي وأولادها السبعة، خيمة تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة الأساسية، وتزداد المعاناة ليتم الطبخ والغسيل والأكل والشرب فيها. رنا ملحم من أبناء بلدة إحسم جنوب إدلب، نازحة إلى مخيم الخان شمال إدلب، ومع بداية الأحداث في سوريا عملت مع فريق لقاح جوال في التمريض، والتحقت بالمجال الإعلامي المكتوب والمرئي مع عدة جهات إعلامية، حيث كسرت جميع الحواجز والخوف ونظرة المجتمع للمرأة، ووقفت أمام الكاميرا متحدية جميع الصعوبات التي تواجهها، خاصة بعد أن تركها زوجها لتواجه فقدان المعيل. بهالنزوح نزحنا وطلعنا، وهلأ قاعدين في مخيم باركي أنا وولادي، عندي 7 أولاد وأنا المسؤولة الوحيدة عنهم، وباركين في خيمة عم بشتغل هلأ كمان، حتى كل شيء إنه في الخيمة، حتى أنه فاتحة بالخيمة نقطة طبية وبساعد الناس هوني، وباللي بحسن عليه يعني منتدى أسعى هني الله يعطيهم العافية بيجيبوا لي دواء، وهون أنا بساعد الناس. كثرة الأحداث وتسارعها في كافة مناطق الشمال السوري كان لابد من نقل ما يجري أمامها من أحداث، حيث لا يجتفي الكثير منها، ومن انتهاكات النظام السوري بحق المدنيين والنساء والأطفال والفئات المهمشة في مجتمعنا. لذلك اتجهت رنا إلى هذا المجال لإيصال صوت هذه الفئات التي لا تستطيع أن تطالب بحقوقها. اشتغلنا في فريق لقاح جوال، بعدين فتت مجال الإعلام، أنا هواية الإعلام، حلم طفولي بالنسبة إلى الإعلام، وعملت دورة إعلام وصرت أشتغل، والحمد لله أنه كتير لأني كتير بحب الإعلام تمكنت فورا يعني، وفتت في المجال واشتغلت تطوع، واشتغلت بعدين بالجوال، اشتغلت مع محطات معروفة. تبقى المرأة رهينة العادات والتقاليد وطبيعة المجتمع، تواجه الرفض وتستمر بصلابة. نساء استمرين وتحدين الواقع، وأخريات صمتن على التسلط الذي يتعرضن له، وهناك أيضا من استسلمت للصعوبات والتحديات وعادت أدراجها من حيث جاءت.